كل شعور بالاحتياج يعد نقصا، كل شعور بالاحتياج يعد نقصا، إلا الاحتياج لله فهو غاية الكمال. فهو القريب الذي إذا شعرت بقربه تلذذت بأنسه، أنس يغنيك عن كل مخلوق، أنس ينجيك من صراعات الحياة. جسد متعب وقلب منهك وروح مستهلكة، ولكنه وجد راحته في شعور القرب والأنس بالله. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم ارزقنا الأنس بك وحدك. اللهم أمين يا رب العالمين. افتح لي قلبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.